السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المتتبعين ومتتبعات القناة الأعزاء الغاليين على قلبي، أخوتي وأخواتاتي المغاربة، تحياتي لكم أينما كنتم من أسود المغاربة واللبؤات المغربية، تحياتي والله يحفظكم يا ربي آمين، والله يجازيكم عني خير الجزاء يا ربي آمين. إوا ضربوا لي يا خوتي الشوفة والنظارات، أيه على فنان الطرب الكوديبي، اي يا اخوتي وبجدارة واستحقاق فنان الطرب الكدوبي يا اخوتي، شوفوا النظارات فمن شبعت لكم في ام كلثوم الفنانة، غاديك فنانة في الغناء وهادي ام كلثوم فنانة في الكوديبي يا اخوتي. وانا رواش ديري لي قالت لك طالع علينا في فيديو تقول لكم ياك هذه قناتي وندير فيها اللي بغيت ونبارطاجي فيها اللي بغيت وما خصكمش تهزوا تصويرتي تبارطاجيوها وما خصكمش تحكي واحد الحكايات انا ما حكياش ياك اختي. لا 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 سمحي لي عافاك، ما حكينا على الكذوب، ما تنجيبو على الكذوب، ما تنعرفو الكذوب، ما تربينا على كذوب. شوفي يا خويتي قفاحتك وانت تعرفي شكون الكذاب. اما حنا اختي ما تنبارطاجيو على الكذوب، انا بعد تنهضر على نفسي، اختي ما تنبارطاجي على الكذوب. داكشي اللي تتحطي في لا فيديو ديالك في قناتك اللي قلتي ديالك تنجي وتردو عليك فيه. صافي يا اختي، يا كنتي اللي كنتي بغيتي تطلقي من راجلك، ورينا اختي فين وصلت الجلسة، ورينا الجلسات فين وصلوا، صوري لنا راكي داخلة في باب المحكمة انت وياه، ورينا اوراق الطلاق، يلا كحلي لنا عويناتنا وسكتي لنا فيماتنا، يلا يلا بالي بالي. اويلي خوتي قالت لك كنا في الطلاق تصدقنا في العنف، شوفوا عيني راه فاش كنت نسرط ونمرط ونقول شي ما يشيط راه كنت دايره النظارات باش نوجد لك واحد الحلقه جديده من الكذوب، مسلسل طلقني كدبني. شويه تقول لكم انا راه ولا رجعتي عنفني، ما كناش وقفنا غير في الطلاق لا رجعتي عنفني. الله ودي ايوا نهار فرشخك وزرق لك العينين وقفوا عليه لا بوليس، ايوا هما حتى هما راه دوله، زعما قلتي انت يا اختي اللي قلتي راه دوله حتى هما عندهم الحقوق، او بطبيعه الحال ما غيسمحوش، هما دوله مسلمه ان المراه مسلمه يوقع فيها بحال شي اللي يوقع فيك. اوي لما يمتي مش تطلقك بلا اخبارك وفي الاخر يولي عنفك، ايوا داك الغزيزي اللي عندك ما بليش فيه اختي، تاع العنف كتيفاتو طايحين وشتو مليسه، ما تاع اخوتي زعما العنف ويلي تلا ضربك يلا غيدك تك. ماشي اختي يدشي دكالي شي عروب يا اختي، اتبارك الله علينا كمغاربة. وانتي يا مامتي ويلي حاش هادشي اللي ولينا نسمعو. شويه قالت لكم ثلاجه ثلاجه خسرات ليا، ولكن سبحان الله العظيم لقيت بحالها. ناري واش انت باغا تنقصيش من الكذوب؟ اهياتا راه غادي نقول لك واحد النصيحه، شوفي راه انتيا حياتك مزيان وغادة عسل ليس فيها بصل، ولكن انتي بهذا الكذوب ديالك والله حتى غيولي هذا الكذوب حقيقة، وتولي عايشة في هذه الحياة اللي تتصنعي وتوهمي المتتبع ديالك انك عايشة، غتولي عايشة بصح، وهذيك الساعة غتولي تبكي ماشي دموع البصلة اللي فاش تحبسوا الدميعات اللي جالسة ديري لنا فيهم، راك تتبكي وتغمضي لنا في هذوك العوينات، ومن بعد ما يمشي في عول البصلة تمشي تقطعي لها فيديو ترجعي عاوتاني للبصل، هي راك عايشة في العسل، ولكن بهذا الكذوب ديالك غتولي عايشة في البصل ثم البصل. قالت لكم فاش ضربني مشيت لوبيتال وقلت ليها بغيت ندير بغيت نشوف الطبيب، قالت لي علاش بغيت تشوفيه؟ سبحان الله العظيم كلشي انتي كل شيء سبحان الله العظيم واقف ضدك، كل شيء واخد منك موقف. حتى الممرضة قالت لي علاش بغيتي تشوف الطبيب؟ قلت لها ضروري نشوفه، ايوا دخلت عيني عطاتني واحد الشهادة ولكن ما قبلوهاش مني، علاش المضي لي مال مسكينة؟ حيت خصني نمشي للسبيطار الكبير وانا ما مشيت للسبيطار الكبير. ناري كتعرفي تكذبيها وتدوريها من الدوره لهين وتجيبيها وتخرجي راسك منها،
ويلي ضرا العنف اختي، عيطي لي على البوليس هذيك الساعة فاش ضربك لعينيك وغادي نكررك، عيطي لي على البوليس. لا صدقت في قضية واحدة أخرى معاه، قال لي أنك تتشاري بيا وشهرتي بيا بالله أنا عن نفسك. إيوا مادام ضربك هذاك راه ماشي تشهير، راه قلتي الحقائق اللي واقعة. وقلت لي أنا ما بينش له أنني خايفة، قلت ليه سير اللي بغيتي دير هذيك القضية تاع التشهير، أنا شهرت بك غير سير ديرها، ولكن ما نسمحش اللي وصلت ليه الكلام. شكون هذه اللي وصلت ليه الكلام؟ شكون هذه اللي وصلت ليه الكلام؟ بركة من الكذوب. واجي اجي اجي تستعطفي الناس في اللايفات اللي تديري صوبير شاطي، صيفطوا لك زعما باش شري ثلاجة، وتضحكي على المتتبعين وتقولي لهم الثلاجة مشات وخاسرة، وسبحان الله العظيم لقيت بحالها ياك اختي، باش زعما يقولوا لك الناس فين هي الثلاجة الجديدة اللي صيفطنا لك الفلوس باش تشري وقفنا معاك، تقولي لهم ها هي راه غير بحالها، حيت انا هاد الماركة تعجبني. ايوا سبحان الله العظيم ربي ما بغاش يضيعني في الاولى، وجبت بحالتي باكي على هاد الكذوب. انت علاه ما تضحكي؟ واش انتي لقيتي هادوك المغفلات مساكن اللي نيه مساكن وتيطيقوا بيك وباقي مطيقينك؟ انا كنت حامد الله بهذوك المشاهدات، واخا ما كانوش عندي المشاهدات البسيطه، ولكن نهار خرجت وقلت حياتي علاش تهاجموني بحالك، حيت كدابه، حيت كدابه، حيت انتي كدابه. انا نبارطاجي في قناتي اللي بغيت تشوف قانونيا، تجي حد ما يبارطاجي تصويرتي؟ انتي راس شخصيه خويتي معروفة، وانت تتحطي تصاورك ولا فيديوهات ديالك في المواقع، مالنا مشينا جبناهم لكم تليفونك؟ ها مالنا خصي بارطاجينا عليك الكذوب؟ مالناش قلنا فيك ما كاينش؟ كنت اللي قلتي بغيتي تطلقي، وشي طلق اختي ما شفناه؟ غير صبروا وتبعوني وغادي تشوفوا كل شيء والحقائق. شحال اختي عندكم طلقتي؟ شحال عندكم تيدوم؟ ايوا راك انت باديه الناس تقريبا هادي، ما نعرف شحال اختي قرن وزماره. واش بغيت نقول لك؟ بالله عليكم النساء ولاي واحد لهلا، يا ربي يشوفوا العذاب ولا يشوفوا يا ربي المحنه. شي امراه مسكينه شوفي متعرضه للعنف وعايشه المحن وما لاقيه ما تصرف، وراجلها تتصرف معها تصرفات خايبه وعندها الطلاق. بالله تبارك الله وجهها تيكون كطبال كل غياطه، قولي لي تبارك الله تشقشقي ما شاء الله، باين عليك المشاكل والصداع والتبرزيط والعنف باين عليك. وبغيت نسولك، وعرفتي العين الى ضربت شحال تاخد من الوقت عاد تبرى؟ انتي قلتي ان في فيديو، في فيديو الاخر الاول دايره نضاضر، في الفيديو الثاني وريتيه في اللايف سميتو دغيا مشات الضربه، راه تسواك حبيبه اللي حكيتي تيكون كتر من هذيك اللي وريتينا انت. المكياج اختي الموف، الموف الموف، الله يعز اختي المكياج الموف. انا ضت تقعدي، انا ضت تقعدي، وقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هادشي اللي تديري فيه راه حرام، بالله راه الكذوب حرام، يا والله تا الكذوب راه حرام، عرفتي شنو هي تكذبي؟ راه الكذوب حرام، راه يعذبك الله على هاد الكذوب اللي تتكذبي. واش حنا كمسلمين ربي محرم علينا الكذوب وحنا نكذبو ونبارطاجيو الاكاذيب على حياتنا؟ علاه انت يا اختي ما تتبارطاجيش الاكاذيب؟ واخا قناتك ما تبارطاجيش لينا الاكاذيب، ما تستعطفيش الناس بالاكاذيب بالحوايج اللي ما كاينينش في حياتك باش تستعطفي باش تدخلي الملايين. واجي اجي اجي، علاش ما توريش الناس استوديو يوتيوب؟ قلتي ما تتربحي والو وتيكذبوا عليك ودايرين عليك حمله، علاش ما توريش استوديو يوتيوب وتوري شهر سعود شحال ربحتي فيه؟ شحال الارباح شهر سعود؟ شحال ربحتي؟ ما هو مليون، ما هو جوج اختي، الملايين باش تشري دوار وقاره، وجالسه تكذبي على الناس بالله ما عندكش ومحتاجه، حيت عرفتي المغاربه تيعاونوا خوتهم وخواتاتهم ما تيتخلاوش عليهم الا كانوا في المحن، ولكن بحالك انت انهم يعاونوهم يعرفوا بالله الصداقه ديالهم راه غير تجوز، حيت خصنا نعاونوا الناس اللي محتاجين واللي بصح عندهم المشاكل والمحن، ماشي وحده اللي جالسه سرسح 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 وطلق علينا سلوكيات الكذوب باش دير لينا الملايين باش تشري لنا ليميسيون دار باش تشري لنا الملك. واش قالت لهم؟ شوفوا ما تبقيش تقولوا لي انا الطلاق، انا شوفوا الطلاق عادي، ولكن انا ما بغيتش نفقد غير وليداتي، الله يحفظهم لك يا ربي ترباو في عزك. علاه انت يا حبيبه؟ الحمد لله راه في واحد الدوله مسلمه، وفي جميع الدول المرأة هي اللي عندها الحضانة، راه واخا طلقتي منها راه الحضانة غتكون عندك، علاش زعما تتصوري ان راه الدولة ما نعرفها شنو راه ياخذوا منك بناتك، ولا الله اعلم شنو غيوقع فيك؟
اشنو غيوقع فيك؟ وراه انت الحاضنه، انت الام، وصورتي لينا زعما هو ما نعرفش شكون، واحد الصوره اللي ويلي حنا راه عارفين اش كاين تم، عارفين شكون هو، عارفين انت اسوا خطن، وتجلسي علينا بالكذوب زعما راه هو ما نعرف شكون. شوفي بركه من الكذوب حيت راه عارفينك وعارفينه، وبركه وقولي عبد بالله مشيت انا راجي من هاد الكذوب اللي ها جالسه وتسرسحي فيه.